الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى القرعاوي إن الموازنة ما زالت تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية بسبب الفشل في تنويع مصادر الدخل. وذكر القرعاوي أنه كلما تغير سعر النفط سيكون هناك تأثير مباشر على الموازنة، وبالتالي كلما انخفضت أسعار النفط العالمية سيكون هناك عجز في نسبة الإنجاز للموازنة. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر على الموازنة الاستثمارية بشكل مباشر، وكذلك الموازنة التشغيلية للقضايا السلعية والخدمية بحسب الأولويات، وكذلك الحركة الاقتصادية بشكل عام في البلاد. حذر باحثون بشأن الاقتصادي من العسرة المالية وفأس الريعية، فيما أشاروا إلى أنهما سيقعان قريبا على رأس الاقتصاد العراقي. وقال الخبراء إن الأسواق العالمية محاطة بمؤشرات ركودية عديدة تدفع لتشاؤم حقيقي وأسعار النفط في انحدار، والعراق أحد أكبر الضحايا المحتملين انخفاض سعر برميل النفط، مشيرين إلى أن الوقت الآن ليس للحديث عن تنويع مصادر الدخل، فلقد ضيعت الحكومات المتعاقبة والمضمة السياسية العديد من الفرص وبددت مئات المليارات دون أن تتقدم خطوة حقيقية للأمام للتخلص من حالة الاعتماد العالي على النفط. قال عضو لجنة الطاقة النيابية أسوف ريدون إن العراق لن يتحمل سيناريو انخفاض النفط دون 70 دولارا لضعف قطاعاته الصناعية والزراعية على عكس دول المنطقة، وهذا السيناريو سيفرض على الحكومة تخفيض نفقاتها. من جهته قال مدير مركز العراق للطاقة فرات الموسوي إن منظمة أوبك حذرت العراق من عدم الالتزام بالتخفيضات الطوعية، حيث رصدت إحدى الشركات الاستثمارية كميات من النفط المهربة من كردستان العراق قد دخلت ضمن حصة الإنتاج العراقي الرسمي. قال النائب علي سعدون إن جولات تراخيص النفط لم تراعي مبدأ العدالة، الأمر الذي أدى إلى ظلم لمحافظة ميسان. وأضاف النائب أن ميسان تنتج أكثر من 600 ألف برميل من النفط يوميا وتدعم خزينة الدولة بالأموال، ورغم هذا فإنها تعيش واقعا مؤلما، مشيرا إلى أن راتب الموظف الصيني في حقلي بازرجان والحلفاية في ميسان يقدر بنحو 15 ألف دولار شهريا، بينما العراقي الذي يعمل بذات الخبرة والاختصاص لا يصل إلى 2000 دولار. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسة بلغت 4,886,000 برميل يوميا، وبلغت صادرات العراق منها 200,000 برميل يوميا، مرتفعا بنسبة 48,000 برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 153,000 برميل يوميا. نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز للقاء.